عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله عايش. بدنا نروح. أحمد حجام. مرحبا. كي نحكي اليوم على فرص العمل بالنسبة للشباب في تونس، كيفاش تراها؟ نرى فرص العمل في تونس نسبة ضئيلة شوية، فهمتني؟ ميمسي حتى عندنا كفاءات في تونس، معناتها من في المعاهد العليا، فهمتني؟ من معناتها في حتى في معناتها في الصناعات المختصة، فهمتني؟ معناتها أصحاب الحرف واحد. ما نعرفش أنا تو بحكم أنا كحيرة في حلاق، فهمتني؟ نشوفها أنه الخدمة في تونس باش تخدم لازم تكون عندك فلوس. لازم تكون عندك فلوس من الناحية، لازم تكون أنت صاحب محل معناها. باش تخدم تحت العباد ما تخلطش. ما تلقاش روحك، فهمت كيفاه؟ باش نجي نقول لك مثلا، فهمتي معناتها كأنا حجام مثلا، معناتها نقول لك معناتها خدمة الحجامة معناتها ما فماش موجودة في تونس، لكن باش تخدم فهمتي ديجا صانع حجام، يزمك تاكل العصا وتقبل تتحمل العواجب تاع العروفات، وقداش باش تقعد فهمتي ديجا وأنت في الحالة هذيا والعمر يجري بيك، وتو تفاصيل معناتها فهمتي باش تلقى روحك أنت فهمتي معناتها ساعات مفروض عليك حاجات ضغط فاميليال ولا فهمتي ضغط نتاع كريديات ولا كذا تحمل وتسكت، فهمتني؟ ما تنجمش معناتها انت مثلا تتكبر فهمتي ديجا على تقول هذا ليه ما نخدمش معاه، هذا ليه ما نخدمش معاه، وقت اللي انت فهمتي معناتها عندك شارج، فهمتني؟ ركودك باش نحكي فهمتي على الخدمه البرة، كيبدا واحد فهمتي معناتها صاحب شهاده فهمتي حرفيه وكذا سي يلقى روحه، فهمتني؟ معناتها سيرتو معناتها كما نقولوا لوكسمبورغ فرنسا، فهمتني؟ خدمة الحجامة معناتها تمشي بالكدا، معناتها يخطفوك، مي ابكي على الأوراق، والأوراق توا صعيبة برشا، فهمتني؟ وميم طون في نفس الوقت ما نشجعش على الحرقة على خاطر ما عندها فين توصل، شوف توصل شوف لا، فهمت كيفاش؟ واحد عبارة حط عمره على كف عفريت يعني، ما يعني فهمتي معناتها عبارة أوضح، إذا اللي كتبوا لك ربي تلحقوك هاو. خاطر بالرسمي فهمتي معناتها العبد كي باش يقعد يخمم يتعب فهمتي يخمم برشا باش يتعب في راسه وباش يلقى كيما نقولوا فيها فهمتي معناتها روحه قاعد يلعب في الوقت الضايع. او كواحد قاعد يعيش كل ساعه بساعتها وكل لحظه بلحظتها واللي يعملوا ربي مليح وكا. انت مثلا خممت انك لازمك تخرج للخارج؟ والله خممت بحكم اني انا معناتها مغيي سيرتو كندا، فهمتني معناتها ديجا تقبل لما متزوجين فهمتني بوراقهم، حاولت سعيد من لكن لقيت فيها برشا اسئله وبرشا معناتها التعطيلات، وفما اسئله معناتها لقيت روحي نجم نجاوب عليها واسئله ما نجمش، وسيرتو فهمتي معناتها في السؤالات اللي تلقاهم فهمتي معناتها تدخل على جوجل ما يلزمكش تكذب معناتها كل شيء تحكيه فهمتي لازم كل شيء بصراحه، فهمت يعني معناتها اقل حكايه بغلطه يلزم معناتها شو هو فهمتي شنيا مثلا يلزمك توسع بالك، فهمت يلزم توسع بالك قدر المستطاع، مي لكن فهمتي ما لقيتها فهمتي لقيتها حكايه باش تعب برشا وادفع فلوس وما نعرفش شنو وكذا والحاله فهمتي ديجا معناتها الماديه ما تسمحش، سي بوغ سا فهمتي معناتها رضيت انه فهمتي ديجا واحد قاعد ياكل كان اللي كاتب له هكا، فهمت كيفاش؟ جوست بركه فهمتي ما نعرفش نحب نقول مرحبا بكم بور لو مومون، انا فهمتي كحجام فهمتي في ايبيزا كواف، فهمتني؟ في العوينة، فهمت كيفاش؟ مرحبا بكم إقامة الأرخبيل، فهمتني؟ سنتر تحفون تلقاو فيه كل شيء، فهمتني؟ مع ميكست تلقاو فيه ميكست كل شيء، تجي غادي تتعرف كل شيء، فهمتني؟ كي تجي غادي تتعرف كل شيء. مواطن يسأل على السوق. نعم؟ 5000؟ لا حي وشعر ب 20 دينار. مرحبا بك، والله يا خويا ماشي نحطهم في جيبي، أنا شهار كيما الناس الكل. أغلب اللي الشباب اللي متعلمين صنعة يخموا كان في الهجرة معنى بلاستي مش هنا. وي يخموا في الهجرة على خاطر ساعات فهمتي يقول لك أنا نخدم فهمتي ناخذ نعمل صنعة ناخذ فيها الدبلوم تاعي من بعد في نلقى روحي أنا فهمتي ديجا مانيش لاقي روحي في تونس، حتى صنعة كي باش نخدم بها لهنا في تونس فهمتي يلقى روحه مش يصور أكثر، معناتها أوقات العمل برشا والمدخول ما فماش. يعني معناتها باش يلقى روحه هو عبارة فهمتني معناتها قاعد يلعب في الوقت الضايع، يقول أنا تعلمت صنعة باش نلقى فلوس. إذا كان أنا فهمتني معناتها تعلمت صنعة باش نلقى فلوس، علاش معناتها باش نخدم؟ فهمتني؟ علاش باش نقعد في تونس؟ يخمم في الهجرة لبرا، باسكو خاطر ديما سيرتو فهمتني معناتها فرنسا وبلدان الأوروبية فهمتني معناتها يحبوا العباد اللي عندهم معناتها صنعة في ايديهم، فهمت كيفاش؟ سيرتو فرنسا، سيرتو كندا، كندا بلاد ملكية على خاطر فهمتي ما يخدموش العباد غاديكا فهمتي معناتها ما يخدموش هما غادي يخدموا الأجنبيين، فهمت؟
الور فهمتي معناتها سي بوغ سا تلقاها فهمتي يخمم ويطمح وكذا. ساعات نشوف عباد فهمتي تلم فلوس باش يحرق فهمتني، معناها انا نقعد نتساءل يبدا هو عنده صنعه في يديه. تو انت معناتها كيف انت قادر باش تلم فلوس، قادر باش تلم فلوس باش تحرق، فهمت كيف؟ دونك لم فلوس وفيد بلادك لهنا مثلا، فهمت شنو هو؟ انت عندك، انت عندك القدره باش تلم فلوس، جاتك القدره على لمين فلوس الحرقه، ما جاتكش القدره على لمين معناتها باش تعمل بروجي لهنا في تونس، هذه ابسط حاجه معناها. دونك اوتوماتيكمون فهمتي معناتها كيما خممت الفلوس الواحد فلوس الحرقه، لم فلوس اللي باش تحرق بهم، لم عليهم واخدم هنا في تونس تلقى روحك خير. عند امك فهمتني صابون مغسول، ماكلتك موجوده كذا، باش تمشي غادي تتعب وتشقى وتتقطع فهمتني، ديجا تلقى روحك ناقص تعب وقاعد معناتها قاعد تضيع، قاعد تضيع في وقتك على حساب صحتك، فهمت كيفاش؟ دونك اوتوماتيكمون هنا في تونس خير معناها، فهمت كيفاش؟ وكاهو فهمتي مثلا اصحابك في الخارج يحكيوا لك على تجاربهم؟ عندي، عندي حتى فهمتي ديجا مع تمون كوزان يعيش في المانيا فهمتني، يحكي لي اللي كانوا مثلا يحكيوا لك مثلا اكزامبل، اكزامبل هو يعيش في المانيا، المانيا فهمتي ما عادش كيما قبل، كيما مش كيما قبل دوتش مارك كيما تو بالورو فهمتني، كانت قبل فهمتي مع تاخير تو فهمتي صعبت فهمتي تتحاسب على على كل شيء فهمتني، يعني بلاد تسمى بلاد متقدمه علينا يعني ما نعرفش انا فهمتني، اي حاجه اي حاجه معناتها تصير لك مثلا كون معناتها خطيه ولا حاجه تجيك طول للدار معناها ما تعرفش معناتها كيفاش، يعني فهمتي صعبت، صعبت عليهم برشا مع الاوروب مع مش كيما قبل كيما تو. يعني انا واحد من الناس مثلا هاني معناتها حجام وصاحب صنعه، ما ننصحش اني انا فهمتي اللي عنده صنعه يمشي يسافر لبرا تو، لانه بالحق فهمتي ديجا معناتها حكايه فارغه بالحق. سنغي انا فوا خاطر اذا كان انت قادر باش تلم فلوس لهنا وانت باش تقعد معناتها كيما نقولوا فيها باش تفيد روحك اعملهم الكل في بلادك، علاش تعمل فيهم البرة دونك انك انت خاطر خاطر باللوجيك قدر باش يلم فلوس الحرقه، فلوس الحرقه توا 4 5 6 ملايين فهمتني، و10 10 فهمتي باش يمشي كونفور مرتاح، فهمت كيف؟ يعني 10 لهنا انا واحد من الناس نعمل لي صالون دو كوافير فهمتني، نجم نحل صالون دو كوافير، نحل حجام ونخدم على روحي، ماذا بيا نخدم حر انا فديت من خدمه تحت العباد، فهمت شنو هو؟ يعني ما فهمش علاش. بالنسبه ليك انت كشاب الهجره ماهيش حل، ماهيش حل، ماهيش ملزومه زاد، ماهيش ملزومه ما فهمش علاش. وهذا وقتاش؟ وقت اللي هو فهمتي قادر باش يلم فلوس الحرقه. انا واحد من الناس فهمتي معناتها ما عنديش القدره تو باش نلم فلوس، دونك اني انا عندي شارج معناها مصاريف وكذا فهمتي وكريديات واحد، دونك ما نجمش. دونك دو توت فاسون يعني فهمتي قاعد معناتها عايش شهر ناكل في اللي كتبوا لي ربي وكهو، اما اللي باش يخمم في الحرقه نقولوا فهمتي اللي باش تلم فيه معناتها تلم به فلوس الحرقه برا خويا فهمتي كامل عليهم واعمل بروجي في بلادك. خلي لك كلمه الختام. صحيت. كلمه الختام. كلمة الختام إن شاء الله ربي يهدي الجميع وربي يوفق الناس الكل وربي يخلي بلادنا وإن شاء الله تمشي في الطريق المستقيم وكهو.